لا تزال قضية نزع سلاح الميليشيات في العراق تدور في دوامة، فعلى الرغم من وجود قانون لحصر السلاح وحظر استخدامه صادر منذ عامين، إلا أنه لم يطبق حتى هذه اللحظة، وهي حيثية يبدو أن الأحزاب المشاركة في العملية السياسية تحرص على إبقائها معلقة أو تسعى للالتفاف عليها، وهو ما يظهر حاليا من إعلان مشاركة ميليشيا الحشد في خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة ومنع انتشاره في المدن، وذلك بناء على ضغط من تلك الميليشيات. وتكشف مصادر نيابية أن هذه الخطة ستشمل تنفيذ حملات دهم وتفتيش للمنازل والمباني بحثا عن الأسلحة والمواد المتفجرة الموجودة لدى العشائر في جنوبي البلاد، خطوة يبدو أنها لم تلقى ترحيبا من رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية حاكم الزاملي، الذي يؤكد أن الحديث عن نزع سلاح الميليشيات مجرد تصريحات. قالوا أنه الكرادة منطقة منزوعة سلاح. وين منطقة منزوعة سلاح؟ ما اليوم الكرادة لم تنزع ترسانة السلاح. اليوم ترسانة ما الأسلحة الكرادة، فصائل حشد، مكاتب أحزاب. ويعود رفض تلك الميليشيات تسليم أسلحتها لأسباب خارجية تتلخص بتبعيتها للخارج وخصوصا لإيران، وهو ما يعيد الاتهامات لها بالتحكم بالمشهد السياسي بالعراق. امتعاض أو رفض بعض الفصائل، السبب هو العودة أو المرجعية الخارجية التي تؤثر على القرار الداخلي أو السياسي لهذه الفصائل، وبالتالي حالة الرفض أعتقد هي ليست داخلية بل هي خارجية، وبالتالي حالة الرفض يجب أن يكون لها رد من قبل الحكومة العراقية، ويجب أن يكون هنالك فرض للقانون، وهذا الفرض أعتقد يحتم على الحكومة العراقية أن تلزم هذه الفصائل بتسليم أو على الأقل كشف موجود لديها من آليات وأسلحة للحكومة العراقية. الدعوات كثيرة، لكن الأمر لا يحل في بلد ينفلت فيه السلاح بالدعوات، بالتالي الأمر يحتاج إلى قرارات حازمة، على اعتبار أن كل من يمتلك السلاح الآن هو مشترك في العملية السياسية وهو جزء في داخل البرلمان أو داخل الحكومة، بالتالي يعني هذه الدعوات يجب أن تفعل بشكل لا تكون بإطار نظري، أن تكون بإطار نظري وعملي، وبالتالي يصدر قانون ويكون هناك إلزام للجميع بهذا الأمر. وتؤكد مصادر نيابية أن 80% من السلاح والذخيرة الموجودة خارج سلطة الدولة تمتلكها الميليشيات، وبينها أسلحة ثقيلة أيضا، ويظهر أن مشاركتها بالمقابل في العملية السياسية ونجاحها في الانتخابات الأخيرة رغم التشكيك بمصداقية الانتخابات وحدوث عمليات تزوير فيها يؤشر أن البلاد تمضي إلى مواجهة حتمية قد تسكت تلك الميليشيات كل معارضيها وتحول العراق إلى دولة تحكمها الميليشيات.